هذا الفيديو مستوحى من أحداث واقعية. Oh yeah, I went there. الهمين اللي دخلتي؟ لا، الثانية اللي جنبها. هي دي؟ وشفتي اللي لابسها؟ شفتي الكعب؟ دي جاية فرح ولا جاية عزة دي؟ ده انا الكعب ده ما لبسوش في الفرح اصلا. عارفة خالتهم بيقولوا انهم ما كانوش بيطيقوا بعض. اللي بقولك، متأكدة ان دي مراته؟ من ساعة ما دخلت العزة ما شفتش دمعة واحدة نزلت من عينيها. الله يخرب بيت الفلوس اللي تعمل كده يا شيخة. انا اقولك حاجة، من جوه، من هنا اهو، لو مش ابيض خلاص، يعني حتى في الظرف ده شوفي عاملة ازاي. ده يا اختي الفرحة بتبك من عينيها. انا سمعت انهم عمالين يتخانقوا على الميراث من دلوقتي. متأكدة؟ يلعن ابو الفلوس يا شيخة. شكرا، يجعلها اخر الاحزان يا رب. ايه ده؟ فراخ؟ الله يرحمه، كان طول عمره بيته بتعز. امال فين اللحمة؟ فين الخروف؟ واحد حتى نفسه اتسدت. اللطف يا رب، الدنيا جرالها ايه؟ شوفي، انا عارفة ان انا كنت مقصرة معاكم وان احنا ما كناش دايما على تواصل، بس من النهاردة اعتبريني زي يومك. ها؟ اي حاجة تحتاجيها اتصلي بي على طول، مش هتغيبوا عن عيني ثانية. هكون دايما معاكم وواقفة في ظهركم وسنداكم. تمام يا حبيبتي؟ اي حاجة على طول اتصلي بي. ده بيقولك يا بنتي ان الضفر ما يطلع من اللحم ولا عمر الدم يبقى مية. على طول هتلاقوني جنبكم، على طول على طول، دايما معاكم، دايما هكون متواجدة. شوفي، انا عارفة احساسك وعارفة كل اللي بتمري بيه، لان انا جرالي موقف ده. فقدت شخص عزيز عليا قوي من فترة قريب، فعارفة، انا عارفة ان انتي يمكن لحد الان مش مستوعبة اللي حصل، وانك يمكن تسمعي صوته لسه، يمكن حاسة انه كمان شوية هيدخل عليكي كأنه كان في سفرية او في مشوار طويل. فانا حاسة باحساسك، انا عارفة انتي بتمري بيه. حط صورته كالشاشة بتاعت الموبايل بتاعي. My baby توني، بس انت في مكان احسن مننا كلنا دلوقتي حبيبي. فانا بالظبط فاهمه ايه اللي انت بتمري بيه. بس عملتوا اعلام الوراثه ولا لسه؟ لازم تشوفوا لو كان عليه ديون ولا لا. ها، مهم الموضوع ده. لو مش عارفين كان عنده كام حساب في البنك، لازم تبعتوا خطاب للبنك المركزي، ساعتها هتعرفوا كان عنده كام حساب. ايوه، عارفين كان سايب فلوس قد ايه؟ طب مرتبه كان كام؟ وفي عليك اقساط؟ قسط عربيه، قسط بيت، قسط حاجه، ولا صحيح البيت ده ملك ولا ايجار؟ ميه، ممكن حد يعدلي فيه كام نفر قاعد بره عشان الشاي؟ لا لسه، عايز يتقال كمان شاي. قهوه؟ ما ينفعش تناوليني كوبايه ميه؟ يا ريت بقى لو تجيب لنا كوبايه شاي عشان بدات اصدع، بس ما فيهوش سكر. روحي المطبخ هاتي كده طبق حلويات، كيك بتاع كده، اي حاجه حلوه، بس عشان اكسر مراره الشاي، اصله مر قوي. مر. ايه ده؟ ريحة فشار؟ في حد بيعمل فشار؟ كل ما اكل الفشار افتكر قد ايه كان بيحب الفشار. انا نفسي مسدودة، اللقمة ما نزلتش من زوري من ساعة ما سمعت الخبر، ولا ليا نفسي اكل، ولا ليا نفسي اشرب، ولا اي حاجة. لا الله يرحمه. خالتي،
صلاة الجنازة هتكون فين والساعة كام؟ طيب ماشي، عشان في جماعة بتسأل. طيب اوكي، هبعت اللوكيشن تاني على الواتساب. العربية لونها ايه؟ بيضة؟ ايوه شفتوك. بعد السوبر ماركت تاخدوا اول يمين. لا انا بعت ايميل بالNPO، ازاي ما وصلش؟ انا بعت دلوقتي ايميل للتيم كله وحطيتك سي سي. سعاد حبيبتي، بس ضروري شيك الايميل بتاعك. تمام. فرصة سعيدة، قصدي الف مبروك. انا اسفة جدا. البركة فيكم، البركة فيكم. اسفة. يا جماعة الموت ده كاس وداير علينا كلنا ومش هيسيب حد فينا، وهي الدنيا كده، يوم ليك ويوم عليك، وهو برضو في مكان احسن مننا كلنا، وذكراه هتفضل دايما في قلوبنا، وهو بيلعب وهو بيجري لما كان يتنطط من الفرحة أول ما حد يرجع من البيت. ذكرى توني هتفضل دايما معانا. ألا ده مش عزا توني برضو؟ لا أنا في العزا غلط، شكله مبعتلي اللوكيشن الغلط. طب فوتكوا بعافية. وبس كان هو ده فيديو الأسبوع عن أنواع الناس في العزا، عشان ليه لأ؟ مادام ما هو حاجة في الواقع وكلنا بنمر بيها، فليه ما نتكلمش عنها؟ عارفين؟ المهم لو عجبكم الفيديو ده ف نسيت بقول ايه لحظة. دوسوا لايك لو عجبكم الفيديو ده، ما تنسوش تدوسوا لايك وزرار الاعجاب، ولو حسيتوا ان في نوع نسيته اكتبوه، ولو حسيتوا انه في نوع جبته بالظبط مظبوط يعني بالتكة فشاركوني في التعليقات، لان انا بحب اقرا تعليقاتكم صدقا، يعني صدقا بحب اقرا تعليقاتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة يعني وانتم معديين داخلين خارجين، اعتبروه ايثار، اعتبروه احسان. يعني اللي هيشوف الفيديو ده ويعمل اعجاب ويعمل تعليق ويكون مشترك في القناة ويبعت الفيديو لجروب العيلة او جروب الاصحاب بتاعه او اي حتة، يعمل يعني شير للفيديو، هذا هو الاحسان، هذا هو الاحسان اليوتيوبي. نعم لقد قلتها، نعم 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 نعم. بس والله خلاص مش عايز اكتر من كده، خلاص كده حلو قوي، كده يبقى ممتاز صراحة. وبس لو بتشوف الفيديو ده الصبح فصباحكم خير وفل وقشطة، ولو بتشوف الفيديو ده بالليل فمساءكم خير وفل وقشطة. باي.